عودة إلى الأستاذ الدكتور عبد الله التنومي المحلل السياسي. دكتور مرحبا بك مجددا. كنت سألتك ما أبعاد أهلا انعكاسات وسهلا. اتفاق عودة العلاقات بين الرياض وطهران على المنطقة؟ يا سيدي، لا يوجد لدينا معلومات عما تم، ولكن نحن نحلل تحليل. فاللي احنا فاهمينه الآن أن هناك عودة في العلاقات الدبلوماسية ما بين إيران والسعودية، لكن السعودية لا يمكن أن يكون في مشاكل في الوطن العربي ولا تتطرق إليها. على كل حال، أهم ما في الموضوع أن الداهية محمد بن سلمان جابها بين الشرق والغرب، فالصين هي دولة اقتصادية وليست دولة محاربة، يعني منذ آلاف السنين اللي مع التاريخ لا تبحث عن الحرب. أمريكا دولة تحب أن تعمل مشاكل بين بعض الدول من أجل تسويق السلاح. فهنا سيظهر الوضع بالنسبة للولايات المتحدة، هل هي شرطي المنطقة أم إرهابي المنطقة؟ طيب تفضل. إذا ما عدنا إلى إيران، هل يعني ذلك أن إيران ستكف عن تدخلها في المنطقة؟ شوف يا سيدي، إذا عدنا إلى التاريخ الإسلامي، يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فالفرس سيأتون بجيش إلى الجزيرة العربية، يعني لن يكفوا. ولكن قد يجوز أن هذا يعني مسكن أو علاج الفترة، هذا يعني ما نتمنى أنه يكون على طول، لكن هذا هدفهم وهذا تخطيطهم، أنهم هم يصلوا إلى الجزيرة العربية والعبث بها. هم الآن وصلوا الأربع عواصم، ما ودهم يخسرونها. لكن أنا متأكد أن المملكة العربية السعودية وضعت هذه الملفات بأهمية كبرى، وبالذات الملف اليمني لابد أن يكون حاضرا، ولابد أن يكون هناك نتائج كيف؟ ناجحة. تفضل. كيف يعني ما أثر الاتفاق على الملف اليمني؟ نعم، هو اليمن في قمة اهتمامات المملكة العربية السعودية بدون شك، لأن السعودية 8 سنين وهي شغالة على إيقاف وصول الفرس إلى جنوب الجزيرة العربية، وطبعا هذا تكلفة ما هي بسيطة، اقتصادية وسياسية وعسكرية إلى آخره. فمش ممكن أنها تعطي الموضوع إسهاب غير مفيد، لابد أن يكون هناك نتائج لا نعلم ما هي. قد يكون أن الحوثي يصبح مكون يمني مثله مثل أي مكون آخر، أو أنه يتخلى عن كل ما لديه ويسلم حسب 22/16، أو أن هناك أخبار غير هذه، فمعناته الموضوع سيبقى مثل ما هو. ولا تنسى أن هناك مشكلة أخرى في المنطقة الجنوب في اليمن الجنوبي أو الجنوب العربي، يبحثون الآن عن الاستقلال. إحنا نقابل مشكلتين نود أن ننهي الأولى، اللي هي إبعاد الحوثي، إعادة الشرعية، وبعدين يصير استفتاء بين اليمنيين وهم أحرار فيما بينهم. والحقيقة أنه اليمن وصل إلى تحت خط الفقر بشيء كثير، وهذا شيء مؤلم 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 بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وهي تسعى سعي قوي من أجل أن تسد الهوة. اليوم أنا أسمع أنه أصبح في منطقة في مناطق اليمن يوجد فيها، انتشر فيها الحصبة، وهذه مشكلة. فيا أخوان، لابد من تضافر الجميع على أساس أنه يتعاونوا مع التحالف، مع المملكة العربية السعودية، للوقوف على أقدامهم، ومن ثم البحث عن الأماني وعن الطموحات التي يرغبون فيها، سواء كان في الجنوب أو في الشمال. على ماذا يدل الترحيب العربي والدولي الذي قوبل به الاتفاق؟ يدل طال عمرك على أنه عودة العلاقات الدبلوماسية بين دولتين مقطوعة. لكن أنا يهمني أكثر من هذا، طموحاتنا أكبر من ذي. طموحاتنا في اليمن، في العراق، في الشام، في لبنان، هذه تهم الملك وتهم ولي العهد، وهم شغالين عليها بكل ما أوتوا من قوة. فلابد من تصفية كل هذه الميليشيات وإبعادها، من أجل أن تأخذ هذه الدول استقلالها وتعيش حياتها الطبيعية كما كانت،
ومن ضمنها اليمن. اليمن يهمنا كثير لأنه هم الأجداد ونحن الأحفاد، لا تنسى هذا. نحن نبحث عن رفاهية اليمن ومساعدته، وهذا من قديم الزمن. هل طرحت هذه المواضيع بقوة؟ يعني هل ستتخلى إيران عن أذرعها في المنطقة العربية؟ هذا الذي ننتظره، ما نعلمه، إحنا قاعدين نحلل، ما في معلومة. نتمنى أنه يظهر لنا إن شاء الله معلومات حتى على ضوءها نستطيع أن نتحدث. دكتور عبد الله التنومي المحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لك.